والمشاركة اليوم. على كل حال احنا كنشكركم لان وقت ما كتكون شي تظاهرة ديال الصيد البحري انتم اولى بت، وحنا بالنسبه لنا كنشوفوا انه هو المغرب الحمد لله كله مجتمع اليوم على بعض القضيات اللي هي كتعم الصيد الساحلي وبالخصوص الكروفيت اللي هو طبيعه الحال واحد الحيويه واحد الماده اللي هي بدات كتقلل. اذا حنا بغينا نشوفوا الوزاره عطات بعض الاقتراحات وحنا غنجتمعوا نعطيو الاقتراحات اللي هي من طبيعه الحال خاطر ماشي في الصواب ديال الحنطه. وشكرا.